أنا اسمي مصطفى إسماعيل محمود، مقيم في 8 ميدان أحمد ماهر، الدور الثاني شقة 5. وكنت قاعد صاحي الساعة 6:30 و5، سمعت صوت انفجار قوي جدا جدا جدا. بصيت لقيت الشقة كلها، باب الشقة اتكسر، والبيبان اللي جوه اتكسرت، الجانبية والبيبان الجرار والإزاز كله اتكسر، والساعات وقعت. لما وقعت وقفت الساعة على الساعة بالظبط 6:30 و5 أو 7 دقايق بالظبط، وما شفت بقى لأن كل الإزاز في الشقة اتكسر وباب الشقة اتكسر، وكان حاجة محزنة جدا جدا. ده كان قدامك كان قدامك انت، وده الحاج إسماعيل محمود والدي، مقيم برضه في جانبها. حضرتك عندك دكان هنا؟ محل بشير، محل رخام اهو، كله اتكسر جوه، رخام كله اتكسر واتدمر. ويعني احنا بنقول يا رب. الخسائر قد ايه؟ الخسائر كتير. الخسائر سيبك من الخسائر الماديه، الخسائر النفسيه. يعني انت لو قدرت مهما قدرت على الخسائر النفسيه ما تعادل شيء كتير قوي قوي. اي حته رخام تتكسر ما تفشش ولا يغني عننا حاجه. ده المهم، النوع من انواع الخوف او الخضبه. يعني وانا كنت صاحي وقاعد على سرير، ففجأة لقيت الدنيا ظلمت عندنا، والدنيا يعني ربنا بيحكم عليها تاني. انت شايف الانفجار دوت ازاي واستهداف مديريات الامن في الفترة الأخيرة؟ لا أنا والله أنا قاعد هنا مقيم في نفس البيت اللي وصلوا قصاد مديرية أمن القاهرة. في هنا أمن بالليل، يعني في أمن بالليل طول الليل، في ناس رجالة واقفة هنا بتقفل الطريق، وفي أمن، مش مفيش أمن، وعاملين استعدادات كويسة وحلوة، وناس بتتعب معانا، مش موضوع يعني كده مش سلامة لا. والبقى انا كنت الساعة 2 بالليل كنت واقف هنا اهوت، يعني في شباك شايف ان في رجالة واقفة حرسانة، مش عرسانة، لكن الوضع خضني. الساعة 6:30 و5 اتفزعت من على السرير، حسيت ان السرير طار بيا وانا قاعد. باب الشقة اتكسر ومكسور لغاية دلوقتي، شبابيك والازاز اللومض كلها اتكسرت، الساعات بتاعت الحيط وقعت، حاجة يعني محزنة. نعم يا حاجة؟ الساعات كل حاجه في الشقه دي عندي. انت ساكن هنا؟ ساكن اهو في البيت ده. حاجه يعني حرام والله.